تنفيذ برنامج شراء السندات. هل سيكون هناك حديث بالفعل في ظل ارتفاع التضخم؟ طبعا نحن نعلم ان التضخم وصل الى الاعلى منذ عام 1982، سيتحدث عن رفع اسعار للفائده المتوقع عند نهايه تقليص برنامج شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريا، ان يبدا برفع اسعار الفائده في حين انتهاء هذا البرنامج، يعني في منتصف عام 2022. نتحدث عن مايو، هناك يعني من يرجح الاحتمال الأكبر بأن يتم رفع أسعار الفائدة في مايو، وهناك 40% أو 42% متوقع أنه يتم رفعها في شهر 6. فبالتالي الاحتمالات يعني ربما يكون هناك رفع للفائدة مرتين إلى 3 مرات. نحن نتحدث عن إذا كان هناك رفع في مايو أو في شهر 6 متوقع أن يكون في سبتمبر وآخرها في ديسمبر. فهل سيقوم الاحتياطي الفدرالي أن يقوم بهذا الرفع، ولا سوف ينتظر بعد انتهاء برنامج شراء السندات مهلة حتى يتأكد من أنه التضخم مثلا بدأ بالانخفاض مع يعني مع إنهاء برنامج شراء السندات؟ نحن نعرف أن التضخم ارتفع بشكل كبير نتيجة هذه الإجراءات التحفيزية التي قامت بها البنوك المركزية حول العالم. نتحدث أيضا مشاكل سلاسل التوريد، أزمة الطاقة أثرت بشكل كبير، وشفنا كيف أسعار التضخم عم ترتفع بشكل كبير. فبالتالي قرار مهم، وهو قرار الفدرالي الأمريكي المتوقع تجديد في السياسة النقدية على الرغم من انتشار متحور أوميكرون نتيجة ارتفاع التضخم. فحان الوقت وربما يبدأ التوقعات بالتقليص أكبر لبرنامج السندات، ويتحدث ربما يعني أنه التضخم أصبح يعني لن يكون يعني ليس كما هو عابر عندما ذكره عدة مرات في اجتماعاته السابقة، وأنه سيستمر وسيضع إجراءات سوف تكبح ارتفاع التضخم. إذا نظرنا إلى بنك إنجلترا المركزي أيضا من المرتقب المتوقع يوم الخميس، لدينا البنك الغدا يعني البنك المركزي الأوروبي وأيضا بنك إنجلترا المركزي. بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي المتوقع لا شديد. بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي لن يقوم بأي رفع أسعار الفائدة. نحن نعلم أن ظهور حالة أول وفاة في بريطانيا ربما يعني هناك مسارين، نحن انتشار سلالة أوميكرون في بريطانيا من ناحية، والتضخم عم يرتفع بشكل كبير من ناحية، وخاصة ظهرت اليوم أنه ارتفاع في مؤشر التضخم في بريطانيا وصل إلى أكثر من 5.10%، فهو ارتفاع بشكل كبير، هو الأعلى منذ 10 سنوات. إذا تحدثنا حتى الـ IMF صندوق النقد الدولي كان عم يتوقع أنه يصل التضخم خلال العام المقبل في عام 2022 ببريطانيا، نحن نتحدث عن 5.5%. فهذا التقرير ظهر قبل صدور مؤشر التضخم في بريطانيا أمس، ويعني هناك خوف أنه حتى إشارات يعني غير مباشرة بعثها صندوق النقد الدولي إلى بريطانيا، يعني المخاوف في التراخي في عدم السيطرة على التضخم، يعني هناك ارتفاعات في التضخم فيجب السيطرة ويجب أن يقوم بتجديد السياسة النقدية. هناك عضوين من 9 أعضاء عم يتوقعوا أن يكون هناك في تجديد للسياسة النقدية، لكن مع حالة الوفاة التي تم إعلانها. إذا نظرنا إلى يعني الإجراءات اللي عم تقوم بها بريطانيا، بدأت الإجراءات، لكن هناك أيضا من ناحية أخرى أخبار إيجابية سمعناها من جنوب أفريقيا عن متحور أوميكرون، أنه التطعيمات الجرعة الأولى والجرعة الثانية ربما يعني فعاليتها تقريبا 70-80%، وهناك دواء من فايزر أيضا يعني ربما نتيجة أكبر أنه بفعالية ضد أوميكرون. فسنترقب ماذا سيتحدث بنك إنجلترا المركزي حول السياسة النقدية المستقبلية، هل سيقوم ببداية رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2022، نتحدث عن فبراير، فسنترقب هذا القرار، لكن لا تغيير في رفع أسعار الفائدة يوم غد. أيضا بالنسبة إذا نظرنا إلى البنك
البنك المركزي الأوروبي، متوقع أنه أيضا لا تغيير في سياسة البنك المركزي الأوروبي، وخاصة أنه التضخم ما زال يعني ضمن المستويات، يعني ربما أعلى، هو يعني ارتفع بشكل عام مستويات التضخم في أوروبا لكن ليس بالشكل الكبير، وبالتالي ما زالت منطقة اليورو تعاني، وخاصة قطاع الأعمال ما زال يعاني في منطقة اليورو، بحاجة إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية والسيولة. وبالأصل يعني لهجة البنك المركزي الأوروبي هي ضد أي تخفيف من يعني تخفيف أو تشديد في الإجراءات الاحترازية، مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وضخ السيولة في الأسواق، لأنه ما زال تعاني منطقة اليورو من آثار جائحة كورونا، وخاصة أن نحن عم نشوف ما زال في هناك إغلاقات أو إجراءات احترازية في بعض الدول الأوروبية. فنراقب أيضا حديث البنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية، محتمل لا تغيير هذا في أي تغيير من خلال سياسة بنك المركزي الأوروبي والبنك البريطاني، لكن البنك البريطاني سنراقب ماذا يتحدث عن السياسة النقدية المستقبلية للعام المقبل، وعن رفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع التضخم. ولكن الأنظار المهمة هي حول بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم. إذن هذا ما يترقبه العالم من قرارات بالنسبة للبنوك المركزية. بالمقابل، لماذا قد يسرع الفيدرالي خطواته في عكس سياسته النقدية؟ طبعا هناك ما زال هناك يعني في تباطؤ في السياسة النقدية التي يتبعها الفدرالي الأمريكي، لأن احنا كما ذكرت أنه عم نقول أنه التضخم عم يرتفع بشكل كبير، مؤشر أسعار المستهلكين ب 6.18%، إذا نظرنا إلى مؤشر أسعار المنتجين، أسعار المنتجين يقيس التضخم لكن عند أبواب المصانع أيضا ارتفع بشكل كبير، فهذه الارتفاعات في التضخم الناتجة عن عدة عوامل، كما ذكرنا الإجراءات الاحترازية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، مشاكل سلاسل التعثر وسلاسل الإمدادات، كلها أدت إلى ارتفاع السعر وبالتالي تأثيرها على التضخم اللي عم يتسارع بشكل كبير، فهي مستويات كثير كبيرة اللي بنشهدها يعني منذ ثمانينات القرن الماضي، نتحدث عن من عام 1982. فيجب أن يكون هناك تسريع لتجديد السياسة النقدية أكثر من ذلك، يعني كما ذكرنا أنه يجب أن يسرع ويبدأ بخطوة على الأقل بتقليص أكبر برنامج شراء السندات أكثر من 15 مليار دولار شهريا، متوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار شهريا. حان الوقت لأن يبدأ بتشديد السياسة النقدية لكبح ارتفاع التضخم، لأنه لم يعد التضخم عابر، فيظهر انه التضخم ما زال مستمر، وهناك حد يعني تحدث جيروم باول في اخر اجتماع جانت يلين في انه التضخم لم يعد عابر، فهو مستمر، ويجب ان يعني يكون هناك ضوابط ووضع أهداف لكبح ارتفاع التضخم، ويجب أن يكون أيضا نراقب بشدة خلال العام المقبل أرقام التضخم بشكل كبير، ونشوف شو رح يتحدث الفدرالي الأمريكي اليوم عن أرقام التضخم وأيضا عن توقعاته المستقبلية للتضخم. فمتوقع أنه بالفعل يعني يبدأ بتجديد السياسة النقدية، وهذا رح ينعكس بشكل إيجابي طبعا على الدولار الأمريكي الذي سيكون هنا النجم اللامع في عام 2022، لأن عم تختلف توقعاته عن البنوك المركزية الأخرى، سواء قارناها ببنك إنجلترا، بنك بريطانيا، بنك اليابان المركزي، فتوقعات اختلافات السياسات النقدية يتصب لصالح الدولار الأمريكي. طيب، ماذا عن يعني موعد انتهاء برنامج التيسير الكمي او برنامج شراء السندات؟ بالنسبة لبرنامج شراء السندات سوف ينتهي في عام، كما يعني ذكر في الاجتماع انه انتهاء برنامج تقليص برنامج شراء السندات عموما سوف ينتهي في شهر مايو، فعند انتهاء من شهر مايو سوف يبدا برفع اسعار الفائده، فهي خطه التهيئة الفدرالي الامريكي بانهاء برنامج السندات البالغ 120 مليار دولار شهريا، بدا بالتقليص طبعا ب 15 مليار دولار شهريا. نترقب اليوم حديث الفدرالي الأمريكي عن إذا كان هناك إمكانية أكبر لتقليص برنامج شراء السندات. إذن بالتالي أنت تتوقعين
أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في 2022 يعني للسنة المقبلة، لكن هل سيقوم برفع هذه الفائدة أكثر من مرة في السنة المقبلة بعد يعني أن كان من المتوقع أنه لن يرفع الفائدة قبل 2022؟ نعم، لا الآن التوقعات أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة في العام المقبل بعد أن ينتهي برنامج شراء السندات بالكامل. سيتم الرفع الأول ربما في مايو أو بشهر 6، والرفع الثاني ربما إذا قام بمايو أو 6 إذا لم ينتظر يعني الفدرالي الأمريكي ما مدى تأثير انتهاء برنامج شراء السندات تأثيره على الاقتصاد على التضخم، فسيكون الرفعة الثانية ستكون في سبتمبر وديسمبر. فربما توقعات السوق 3 مرات، ربما انه يكون مرتين الى 3 مرات انه ان يكون خلال العام المقبل لعام 2022، لكن توقعات السوق كلها تتجه الى 3 مرات خلال العام المقبل. طيب اللهجة السابقة التي كانت تعتبر او تعتبر التضخم انتقاليا ومؤقتا، يعني هل بدأت تتراجع مع مرور الوقت؟ نعم، لم نعد نقول أن التضخم عابر أو مؤقت، فبدأت يعني تتراجع مع مرور الوقت، والآن التضخم مستمر. دليل الأرقام اللي عم تظهر، أرقام التضخم سواء نحن عم نشوف بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا خلال الأسبوع الماضي ظهرت 6.18% مؤشر أسعار المستهلكين، نحن نتحدث عن مؤشر أسعار المنتجين اللي بيعطينا دلالة أيضا على التضخم أيضا مرتفع. أيضا عم نشوف اليوم التضخم بالمملكة المتحدة كيف عم يرتفع بشكل كبير على مستوياته في 11 عاما. هناك تغيرات في لهجة الفدرالي الأمريكي سواء من جيروم باول من جانيت يلين عم تتحدث أنه التضخم لم يعد عابر أو مؤقت أو مرحلي، فهو تضخم مستمر فلم يعد كالسابق مرحليا. طيب مع آخر اجتماع للفدرالي هذا العام، هل سنتمكن من رسم ملامح السياسة النقدية للعام المقبل؟ نعم بالفعل، هذا الاجتماع مهم، يعني يعتبر من الاجتماعات الأخيرة يعني قبل نهاية هذا العام، فبالتالي رح يعطينا هذا الاجتماع صورة أوضح عن رسم ملامح السياسة النقدية لعام 2022 من ناحية التوقعات حول تقليص برنامج شراء السندات، حول السياسة النقدية، حول رفع أسعار الفائدة، متى سيكون، حول التضخم. يعني بالفعل هذا الاجتماع سيعطينا ملامح لرسم السياسة النقدية خلال عام 2022. كل هذه يعني العوامل التي تحدثنا بها كيف ستنعكس على السوق، وماذا يعني كل ذلك للأسواق؟ نعم طبعا، قرار احتياطي الفدرالي الأمريكي لو تم بتقليص برنامج شراء السندات أو نوع عن رفع أسعار الفائدة، فهذا كما ذكرنا سيكون له تأثير إيجابي جدا على الدولار الأمريكي، وسنشهد ارتفاعات للدولار لمؤشر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، يعني سيكون هناك قوة للدولار الأمريكي، فبالتالي تنتظر الأسواق ذلك. وأيضا سيكون هناك ضغط مثلا على اليورو، لأن الضعف سيكون في اليورو، لأن سياسة البنك المركزي الأوروبي مختلفة عن سياسة الفدرالي الأمريكي، يعني لن يقوم برفع أسعار فائدة أو بتقليص برنامج شراء الأصول، يعني ربما ينهي برنامج شراء الطوارئ في EPP، لكن ما رح يقوم، رح يستمر بسياسته وإجراءاته التحفيزية. الباوند رح يكون يعني أفضل طبعا من اليورو، لكن أقل من الدولار الأمريكي، لكن سوف يعني لو تحدث أيضا عن السياسة النقدية المستقبلية بالنسبة لإنجلترا، هل سيكون رفع أسعار الفائدة في الربع الأول في فبراير؟ سوف يبدأ برفع أسعار الفائدة، لأن عم نشوف كيف التضخم في بريطانيا ارتفع بشكل كبير، فبالتالي رح يكون تأثيرات يعني ربما
ربما ستكون يعني محدودة على الباوند. بالنسبة أيضا إلى نتحدث عن الذهب، الذهب سوف يتأثر طبعا بارتفاع الدولار الأمريكي، لكن سوف نراقب التضخم بشكل كبير، لأن نحن نعرف أن الذهب يعتبر أداة تحول ضد ارتفاع التضخم، يعني ضد يعني كل ما كان التضخم مرتفع بشكل كبير هذا بيكون لصالح أسعار الذهب، فلهذا السبب نراقب التضخم، كل ما كان في ارتفاع للتضخم هذا لصالح أسعار الذهب. طبعا مستويات 1800 دولار هي مستويات نفسية مهمة جدا للمتداولين، لكن مع قرار الفدرالي الأمريكي لو شاء بصب لصالح الدولار الأمريكي رح نشوف بعض الضغط بهالفترة على أسعار الذهب. سيدة لينا دعيني يعني أنتقل معك إلى موضوع النفط وكل ما يتعلق بالنفط. الأسعار تتراجع بفعل توقعات متزايدة بأن نمو المعروض سيفوق نمو الطلب العام المقبل، لكن من جهة أخرى أوبك بلاس مستمرة بالزيادة والولايات المتحدة ومن معها أيضا مستمرة بالسحب من احتياطي الطوارئ. ألا يؤدي ذلك إلى هبوط الأسعار بشكل يعني كبير خلال الفترة القادمة؟ نعم، بالنسبة لأسعار النفط عم نشوف بعض التراجعات. بالنسبة لبرنت دون مستويات 75 دولار اللي وصلها خلال الأسبوع الماضي، عم نشوف الضغط أن المتحور أوميكرون هذا عم بيأثر، عم بيعتبره تأثير أثر على الطلب على النفط، لكن التأثير بشكل محدود يعني رح يكون قصير بشكل عام. نحن عم نشوف أنه كمان المخزون أو المتوقع من الحوض الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية للإنتاج الصخري راح يرتفع في مايو بخمس ملايين برميل، فهذا أيضا يضغط على الأسعار. سياسة أوبك ما زالت أنه ترفع الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا، متوقع مع انتشار متحور أوميكرون عم نشوف لها سبب، عم نشوف أنه في ضغط على النفط، وخاصة أنه متوقع أنه يكون المعروض أكثر من الطلب. منظمة أوبك قالت أمس أنه متوقع أنه يرجع الطلب في عام 2022 إلى ما قبل مستويات جائحة كورونا، فيعني هناك تفاؤل في عام 2022، لكن بهذه الفترة في ظل انتشار متحور أوميكرون ربما نرى بعض الاتجاهات أو بعض الضغط على أسعار النفط حتى تتضح الصورة حول انتشار هذا المتحور. يظهر أنه الإغلاقات عم لم تحصل إغلاقات اقتصادية خلال هذا المتحور كالإغلاقات التي شهدناها من خلال المتحورات السابقة، يظهر أقل شدة، وبالتالي التأثير رح يكون ليس بالتأثير الكبير، وخاصة احنا ما زلنا عندنا مشاكل في سلاسل التوريد، تعثر سلاسل التوريد، وهذا عم بيخلي كمان انه عم بترفع بتساعد على رفع اسعار الطاقة واسعار السلع، وشفنا كيف الفترة كبيرة كيف ارتفع اسعار النفط واسعار الطاقة، فالان التأثير فقط بسبب متحور كورونا وبعض الاغلاقات اللي عم نشوفها والاجراءات التشددية سواء من بريطانيا وبعض الدول الاوروبية والاسيوية، فهذا عم بيأثر بشكل محدود على المدى القصير على اسعار النفط. ماذا عن الليرة التركية؟ الليرة التركية لا تزال يعني تهبط إلى مستويات قياسية جديدة، هل من المتوقع أن تحذو تركيا حذوها بخفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع؟ نعم، الليرة التركية عم تهبط بشكل كبير، وعم نشوف كيف تراجعات بدأت يعني تقترب من ملامسة المستويات يعني 15، فبالتالي نتحدث دولار مقابل ليرة تركية عم نتحدث أكثر من 14.66 عم تصل فيها تقريبا يعني بالنسبة للدولار مقابل الليرة التركية، وهو يرجع لعدة عوامل هذه التراجعات بشكل كبير، هي أنه تخفيض أسعار
الاسعار، اعمل البنك المركزي التركي عم بخفض اسعار الفائده، هناك متوقع من البنك المركزي التركي انه يقوم بتخفيض اخر، فهذا بياثر طبعا على الليره التركيه وبيخليها تتراجع بشكل كبير. لا ننسى نظره التصنيف السيادي ل ستاندرد اند بورز للتصنيف السيادي لتركيا بالسلبيه، فهذا اثر بشكل كبير خلال الفتره الماضيه ايضا على الليره التركيه. وايضا لا ننسى انه التضخم في تركيا مرتفع بشكل كبير، نحن نتحدث عن تقريبا 20%، المتوقع أن يصل التضخم في تركيا إلى 25%، فبالتالي كل هذه العوامل عم تخلي إنه الليرة التركية في تراجع وضغط على الليرة التركية، وبالفعل أي قرار من البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة فسيكون هذا لا يصب في صالح الليرة التركية، سوف يسبب المزيد من الانخفاض. وأيضا إضافة إلى كل ذلك العوامل السياسية بتلعب دور أيضا في تحركات العملة التركية وأيضا الدولار الأمريكي. نحن إذا أي تجديد للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون له تأثير سلبي على الليرة التركية، فلأن الدولار رح يرتفع بشكل كبير وهذا بيأثر على الليرة التركية، فمتوقع مزيد من الانخفاض إذا تم أي خفض أسعار الفائدة أو تجديد للسياسة النقدية للليرة التركية المزيد من الهبوط. أخيرا سيدة لينا، وفق المؤشرات ونحن تحدثنا عن عوامل كثيرة وملفات كثيرة في الاقتصاد العالمي، وفق المؤشرات الحالية هل سيكون للمتحور الجديد أوميكرون تأثير على الاقتصاد العالمي أم أن الأمور قد تجاوزت ذلك التأثير بحسب تصريحات منظمة الصحة العالمية، بحسب يعني إجراءات الدول الكبرى؟ بالمقابل هناك يعني محاولة أو إجراءات لبدء إغلاقات في دول أوروبية، إذن هل سيكون هناك تأثير لهذا المتحور على الاقتصادات العالمية في الأيام والأسابيع وحتى الأشهر المقبلة؟ إلى الآن يعني لم تتضح الصورة إلى مدى تأثير أوميكرون على الاقتصاد العالمي إلا إذا حصلت بالفعل إغلاقات اقتصادية. بدأت بعض الإجراءات كما ذكرت ببريطانيا، في عدد من الدول الأوروبية الآسيوية، لكن الإجراءات التي اتخذت لم تكن مثل الإجراءات السابقة، فأي إغلاقات اقتصادية أكيد رح سوف تؤثر على الاقتصاد العالمي، لكن لم تظهر إلى الآن إثباتات إلى الآن عن تأثير متحور أوميكرون ومدى انتشاره بشكل كبير. فطبعاً هذا طبعاً يؤثر بشكل كبير، أي انتشار أو إغلاقات اقتصادية راح تكون بشكل كبير في العالم، سوف يؤثر بشكل كبير على كل القطاعات، وبالتالي راح يؤثر على الاقتصاد العالمي. إحنا إلى الآن ما زالت يعني عم تعاني قطاع الطيران، قطاع السياحة والسفر من أضرار جائحة الكورونا، وأيضاً يعني التضخم بشكل عام، التضخم بشكل كبير هذا أيضاً بيأثر على النمو الاقتصادي العالمي، فبالتالي يعني ليس لصالح الدول استمرار في ارتفاعات التضخم بشكل كبير، فرح نراقب ايضا منظمة الصحة العالمية واخر الاجراءات والاحصاءات حول متحور اوميكرون. السيدة لينا قنوع، محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي، عبر الهواء مباشرة من دبي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإجابات.